يجب على المرء يعني ألا يخلي حظه ويومه وليلته من قيام الليل أبدا، قدر المستطاع قدر المستطاع لا تجعل تكن ممن ليس له حظ من قيام الليل. ولذلك جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال ليكن لك حظ من قيام الليل ولو بمقدار حلب شاه، ولو بمقدار 5 دقائق أو أقل، ولو شيئا يسيرا، لا تترك قيام الليل ولو شيئا يسيرا، ولو أقل الدرجات من حيث العدد، ولو أقل الدرجات من حيث أنها تكون في أول الليل أو في آخره، ولو في أقل الأحوال يعني قبل نومك أو بعده، فلا تجعل تحرم نفسك من قيام الليل. وقد قال بعض أهل العلم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي؟ قال قيام الليل. قيام الليل، ففي الليل مناجاة الله عز وجل ودعاءه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى الشيء العظيم. بل بعض الفقهاء أو متقدمين أهل العلم الصالحين يقول إذا كان لذة الجنة كقيام الليل فهي عظيمة، ويقول وهل في الجنة قيام الليل؟ هل سيكون لنا قيام الليل لما يرى من لذة يراها في قيام الليل؟ فذلك المسلم يجب عليه أن لا يحرم نفسه في قضية قيام الليل، ويحرص عليه قدر استطاعته، ولكن لا يشق بنفسه، وإنما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يبدأ من حيث الوقت في أول الليل، مثل حديث أبي هريرة القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، يحرص على أن يبدأ أولا مثلا نقول أقل الدرجات، يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يعتادها أو حتى يعتاد عليها. فإذا اعتاد على الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة نقلها إلى قبل نومه مرتبة ثانية، يجعلها قبل النوم، هذه أفضل، أن تجعلها قبل نومك أفضل من أن تجعلها بعد الصلاة مباشرة. فإذا اعتدت أنك قبل أن ترقد صليت ركعتين مع وترك، أو يعني صليت ما كتب الله عز وجل لك واعتادت نفسك لذلك، انقلها إلى آخر الليل فتصبح تستيقظ قبل الفجر بما يسر الله عز وجل لك، ثم تحاول أن تبكر بها قليلا قليلا حتى تجعلها في السدس الخامس. أما أن تبتدأ مباشرة بالسدس الخامس فقليل من الناس من يستطيع الاستمرار عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر إنك لن تستطيع ذلك. ولذلك فإن قليلا مستمر خير من كثير منقطع، وكذلك من حيث العدد يبدأ بالقليل ثم يستمر. فالمقصود أن قيام الليل يعني حقيقة محروم، محروم من لا يقوم الليل. وقد جاء أن أحمد كان في سفر فقام فتوضأ، فقيل له في ذلك قال وهل يوجد من أهل الحديث، يقصد طلبة العلم، من لا يقوم الليل؟ راح قال الصاحب قم قم أنت طالب علم كيف ما تقوم الليل؟ مشكلة، طالب علم وطالب حديث وسنة ثم لا تقوم الليل، يعني أولئك أقوام يعني يعرفون أن العمل لا بد أن يكون ملازما للعلم. فأنا قصدي من هذا، وإن كان هذا ليس محله، أن الإنسان يحرص على قيام الليل عموما، ويحرص عليه بالتدرج، كما ذكرت لكم عن عبد الله بن مبارك أنه قال 20 سنة أجاهد نفسي في قيام الليل حتى ارتاحت 20 سنة أخرى. 20 سنة أجاهد نفسي في قيام الليل حتى ارتاحت 20 سنة أخرى.